تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا من أخيه معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة. تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما تتمتع به العلاقات البحرينية المصرية من تميز على كافة المستويات، منوها بأهمية تعزيز التعاون المشترك لخلق مزيد من الفرص التي تعود على البلدين والشعبين الشقيقين بالنماء والازدهار. كما تم خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد سموه على موقف مملكة البحرين الداعم لمبادرات جمهورية مصر العربية الشقيقة الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، معربا سموه عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية ولشعبها بمزيد من التقدم والنماء. وقد أعرب معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام بتنمية العلاقات البحرينية المصرية والدفع بها نحو آفاق أوسع، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.